الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام، متابعين الأحبة، يا من تتابعون شاشة تلفزيون سلطنة عمان في برنامجكم علم ومرح الذي يأتيكم كل يومي جمعة وسبت من الساعة 9:30 وحتى الساعة 11 صباحا، آملين أن تستمتعوا بكل ما نقدمه لكم من مختلف الفقرات والمسابقات. حياكم الله أصدقائي الأطفال من الآن وإلى نهاية برنامجنا، نتمنى لكم قضاء وقت ممتع معنا، وأهلا وسهلا بالجميع. برنامجكم علم ومرح، برنامجنا لهذا اليوم مليء بالمواهب المختلفة والمبدعة اللي إن شاء الله رح نتعرف عليهم من خلال فقرات برنامجنا. إيش رأيكم أصدقائي الأطفال نتعرف على أطفالنا لهذا اليوم ونروح لأول صديقة معانا، نتعرف على اسمك يا حلوة. اسمي ريم علي الزجالي. يا أهلا وسهلا، تعطونا أقل الصوت اللي بعدك. اسمي مريم سلطان ميرزا. يا أهلا وسهلا. اسمي شذر سالم مبسلي. يا أهلا وسهلا. اسمي نور بدر الوهيبي. يا حي الله نور. اسمي أحمد محمد داروش شيدي.
يا أهلا وسهلا يا محمد. اسمي حور علي زجالي. يا أهلا وسهلا. اسمي ولاء سلام الحجري. وأهلا وسهلا بصديقتنا ولاء. تعطينا ناقل الصوت علشان نتعرف على أصدقائنا الموجودين في القطار. أعطيني ناقل الصوت. شكرا لك يا صديقتنا. نتعرف على أصدقائنا في القطار. تفضل يا حلوة. شمام الخالد علي الفرعي. مرة ثانية نسمع صوتك وانت تشوفي على الكاميرا. شمام الخالد علي الفرعي. يا أهلا وسهلا يا شمة. تعطينا أقل الصوت اللي بعدك. إيلاف بنت محمد بن أسد الخنجري. يا أهلا وسهلا يا إيلاف. علاء بن زكريا الحضرمي. يا أهلا وسهلا. أيام من بدر تميم. يا أهلا وسهلا يا الأيهم. عبد الملك سليمان بن مبارك العلوي. وأهلا وسهلا بصديقنا عبد الملك. ونرحب بكل أصدقائنا الموجودين معانا في الأستوديو. أيضا أصدقاء الأطفال يا من تتابعونا في منازلكم ممكنكم تشاركونا أصواتكم وتشاركونا في مسابقة البرنامج وتربحوا معانا الجوائز القيمة. لكن إيش رأيكم نشوف أرقام هواتفنا ولنعود لكم مرة أخرى؟ فابقوا معنا. حياكم الله أصدقاء الأطفال مرة أخرى في برنامج علم ومرح. وهذه هي أرقام هواتفنا اللي ممكن من خلالها إنكم تشاركونا أصواتكم وتشاركونا في مسابقة البرنامج. وأسئلتنا سهلة وكلها أسئلة عن التراث العماني وعن عمان. إن شاء الله اليوم أصدقاء الأطفال في حلقتنا رح نتحدث عن العمل التطوعي، وهو من الأعمال الخيرية الجميلة في مجتمعنا الذي دائما يسعى إلى نشر الخير وقيم التعاون بين أفراد المجتمع. رح نتحدث عن هذا الموضوع أكثر من خلال أطفالنا اللي مشاركين اليوم في البرنامج. لكن إيش رأيكم أصدقائي نبدأ مع بعض بقصيدة وطنية من صديقتنا نور. أول شيء نتعرف عليها، كيف حالك يا نور؟ الحمد لله زينة. نور ممكن توقفي وتتقدمي شوي على قدام وتشوفي على الكاميرا وتبدأ القصيدة بصوت عالي. ألا يا عمرو بن الكلثوم اسمع وقبلك يسمع الحاضر حكينا، حنا اللي طفلنا من قبل يولد تخر له الجبابر ساجدينا، وحنا اللي حرفنا كالسيف مغمد نسله في وجوه الجاهلين، وحنا اللي نلبي الشيب ونلبي داعمان النادي التبينا، من ظفار المراجل ليم سندم جنود بقلب واحد مخلصينا، عمانيين ما نشبه سوانا وفي التاريخ ما يشهد علينا، حملنا راية الإسلام طوعا ودعا لعمان خير المرسلين. ألا يا رب تحفظها وتبقى عمان المركب الأمجاد بينا، ألا يا رب تحفظها وتبقى عمان المركب الأمجاد بينا. اللهم آمين. وتستاهل تحية كبيرة. يلا 1 2 3. شكرا لك يا صديقتنا نور على هذه القصيدة الجميلة. طيب يا صديقتنا بما أنك أنشرتي لنا قصيدة يعني ألقيتي علينا قصيدة وطنية واليوم لبسك عماني، كي خبرينا وخبري أصدقائنا الأطفال كيف تعبري عن حبك لوطنك؟ أنت وجالسة خبرينا مثلا في المدرسة كيف تعبري عن حبك لوطنك؟ أجتهد في المذاكرة لكي أكون عضو نافع ومفيدا في المجتمع. صحيح ما شاء الله عليك، يعني نعمل دائما باجتهاد. مثلا أنتوا في المدرسة تذاكر دروسكم أول بأول صحيح؟ علشان بعدين نرفع وطننا الغالي في الأعالي صحيح؟ طيب يا صديقتنا حلقتنا لهذا اليوم راح تتكلم كلها عن العمل التطوعي. عندك أي معلومة بسيطة تخبرينا إياها وتخبري أصدقائنا الأطفال إيش معنى العمل التطوعي مثلا؟ هو عمل يقوم به إنسان يسمى بالمتطوع الذي يقوم بعمل الخير بدون مكافأة أو مقابلة. صحيح. طيب نحن إذا مثلا كل المجتمع يقوم بالأعمال الخيرية إيش هي الفائدة من هذه الأعمال التطوعية؟ سوف يعم الخير في المجتمع. صحيح يعم الخير، ودائما كل الناس يكونوا متساوين صحيح، وتنتشر المحبة والأخوة بين الجميع صحيح؟ صحيح. طيب يا صديقتنا خبرينا إيش حلمك في المستقبل؟ أن أصبح معلمة كي أعلم تلاميذ ما هو نافع. طيب معلمة أي مادة؟ معلمة اللغة العربية. اللغة العربية، وبما أن لغتنا العربية لازم نحافظ عليها صحيح؟ صحيح. طيب علشان تحققي هذا الحلم اللي أنت حابة تصيري
إيش هي الخطوات اللي تتبعيها أو إيش هي الأشياء اللي لازم تسويها علشان تحققي حلمك؟ أكون أول شيء أني أكون أحترم غيري. أيوة. لكي هم يحترموني. أيوة. ثم أجتهد كي أحقق ما أريده إن شاء الله. الله يحقق لك حلمك يا صديقتنا وتكوني معلمة لغة عربية في المستقبل وتنفعي هذا الوطن الغالي. طيب كلمة أخيرة حابة تقوليها لكل أصدقائنا الأطفال اللي عندهم أحلام وعندهم أمنيات ويقولوا أنهم مثلاً ما يقدروا يحققوا هذه الأحلام، إيش تقولي لهم؟ أن يحققوا حلمهم ولا يستسلموا للظروف ويحاولوا قصارى جهدهم أن يحققوا حلمهم. صحيح، وهذه نصيحتك جميلة وإن شاء الله كل أصدقائنا الأطفال يسمعون نصيحتك لأنك أنت بنت ما شاء الله عليك مجتهدة وإيجابية وعندك أحلام وطموحات. شكراً لك يا صديقتنا. العفو. الحين أصدقائي الأطفال نروح لصديقة راح تعزف لنا كذا معزوفة وطنية جميلة مع صديقتنا إيلاف. إيلاف تعطوها نقل الصوت. شكراً لك يا صديقتنا. إيلاف كيف حالك؟ يلا تمسكي ناقل الصوت وتدخلي. يلا كيف حالك؟ بخير. إيلاف اليوم ما شاء الله لبسك جميل وراح تعزفين لنا معزوفة وطنية، صحيح؟ طيب تروحي لطاولة المواهب؟ طيب يا صديقتنا أول شيء قبل لا تروحي لطاولة المواهب وتسمعينا المعزوفة اللي راح تسمعينها اجلسي عشان ترتاحي. أيوة خبرينا أنت بأي صف؟ رابع. الصف الرابع؟ ومن علمك على العزف؟ أستاذة. الأستاذة؟ طيب أول ما بديتي تعزفي كان العزف صعب ولا سهل؟ نص نص. نص نص؟ طيب والحين خلاص يعني تعودتي على أنك تعزفي؟ طيب ترفعي ناقل الصوت كذا علشان أصدقائنا يسمعوكي؟ طيب يا صديقتنا إيش حلمك في المستقبل؟ شرطية. تكوني شرطية؟ طيب ليش اخترتي مهنة الشرطة بالتحديد؟ عشان أحمي العالم. تحمي الوطن صحيح؟ تحمي العالم. طيب يا صديقتنا بما أن عندك هذا الحلم كيف تحقق حلمك؟ أو إيش هي الأشياء اللي تسويها علشان تحقق حلمك؟ اجتهد. وإيش بعد؟ تجتهدي في دروسك صحيح؟ وتذاكري أول بأول وتسمعي كلام المعلمة وكلام الماما صحيح؟ طيب الحين وقت العزف، إيش رأيك تروحي لطاولة المواهب وتعزفي لنا المعزوفة؟ طيب يلا نسمع. تعطيني ناقل الصوت؟ يلا وتروحي طاولة المواهب. يلا نسمع. ما اشتغلت؟ بتشتغل الحين. طيب يا صديقتنا تمسكي ناقل الصوت لحد ما خلاص اشتغلت؟ طيب يلا نسمع.
شكرا لك يا صديقتنا، تمسكنا قل الصوت وتستاهل تحية كبيرة. يلا نرجع مكاننا. لا لا، هذه تحية بسيطة. يلا 1 2 3 بصوت عالي. شكرا لك يا صديقتنا على هذه المعزوفة الحلوة. طيب تخبري أصدقائنا الأطفال إيش اسم هذه المعزوفة؟ صوت للنهضة. صوت للنهضة. ومن دربك على هذه المعزوفة؟ أستاذة. الأستاذة. توجهي لها شكر؟ نوجه لها كلنا شكر من البرنامج لأنها علمتك على هذه المعزوفة. طيب يا صديقتنا خبرينا، متى أنت تعزف أكثر الأوقات؟ في المدرسة. في المدرسة؟ وتتدربي مثلا في أوقات الفراغ؟ إيه. طيب يا صديقتنا، بما أنك تحب العزف ودائما كذا تعزفي معزوفات حلوة، هل هذا العزف مثلا يعني تاخذي وقت كثير فيه ومثلا ما تهتمي في دروسك، او انك موازنه ما بين العزف والدراسه؟ لا ادرس انا اكثر. تدرسي اكثر وبعدين تمارسي موهبتك، صحيح؟ طيب شكرا لك يا صديقتنا على هذه الموهبه الحلوه، استانسنا بسماع هذه المعزوفه الحلوه. الحين اصدقائي الاطفال ناخذ مكالمه ولا نروح لموهبه ثانيه؟ ناخذ مكالمه ونقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، من معانا؟ فاروق القرداني. من معانا؟ فاروق من عيسى بن حميد السالم القرداني. يا أهلا وسهلا فيك يا صديقنا، من وين تكلمنا؟ وادي حفار. يا أهلا وسهلا بكل متابعينا وأصدقائنا اللي يتابعوا برنامجنا. طيب يا صديقنا خبرنا إيش هو حلمك في البداية؟ ايش حلمك؟ ايش حاب تصير في المستقبل؟ يعني اكون يعني انشد. منشد؟ ان شاء الله الله يحقق لك حلمك يا صديقنا. طيب اليوم حلقتنا راح تتكلم كلها عن العمل التطوعي. ايش تعرف عن العمل التطوعي؟ ايش اهميته وايش فائدته على المجتمع؟ ممكن تعلي صوتك؟ نعمل بدون مقابل. نعمل بدون مقابل، صحيح؟ طيب انت في مره شاركت مثلا في حمله تطوعيه؟ طيب خبرنا ايش هذيك، يعني عن هذه الحمله اللي شاركت فيها كيف كانت؟ طيب يا صديقنا الحين ننتقل للسؤال ونشوف سؤالك مع بعض على الشاشه. يلا هذا هو السؤال، يحتفل باليوم العالمي للتطوع في شهر، يعني في أي شهر يحتفل باليوم العالمي للتطوع يا صديقنا؟ وعندك حرف السين اللي هو ثالث حرف، وعندك 6 مربعات، يعني تقريبا هذه الأيام احتفلنا بهذه المناسبة. يلا والحرف الأول حرف الدال، وهو في هذا الشهر اللي نحن فيه الحين. إيش هو الشهر يا صديقنا؟ ديسمبر. ديسمبر، إجابتك صحيحة يا صديقنا وربحت معانا 50 ريال عماني. شكرا على اتصالك يا صديقنا. دائما أصدقاء الأطفال حاولوا أنكم تعلوا صوتكم لما تكلمونا، تسمعونا من سماعة الهاتف، تقصروا على صوت التلفزيون. أيضا نطلب من أولياء الأمور أنهم يخلوا الأطفال هم اللي يتكلموا ويشاركوا معانا في البرنامج، لأن هذا البرنامج هو لهم. شكرا لصديقنا المتصل، وإن شاء الله راح تكون معانا اتصالات أخرى. الحين أصدقاء الأطفال ناخذ موهبة ثانية، ناخذ صديقتنا آلاء. آلاء كيفك يا آلاء؟ زينة. آلاء اليوم انت لبسك واجد حلو. آلاء ايش راح تقدمي لنا؟ قصيدة. قصيدة؟ عن ايش هذه القصيدة؟ عن الوطن. عن الوطن. طيب ممكن توقفي وتشوفي الكاميرا وتسمعينا هذه القصيدة بصوت عالي. يلا. كل ما جيتك أدور عن أمان، ظل حضنك يحتويني في مكاني، كل ما ناديت باسمك يا عمان، كل ما ناديت باسمك يا عمان، افتخر مولاي إني عماني، كل ما جيتك أكتبك في هالزمان، دم المكتظ في قلبي عصاني، لأن شعري ممتلئ ود وحنان، أكبر أنتي من قصيدة في لساني، يا بلادي يا رياض من جنان، المحبة والمشاعر لك تهاني. خلاص؟ يلا تستاهل تحية كبيرة. 1 2 3. شكرا لك يا صديقتنا آلاء على هذا النشيد الحلو. عطوها نقل الصوت.
هذه القصيدة للشاعر مازن الهدابي، نوجه له شكر وتحية على هذه القصيدة الجميلة. خبرينا يا صديقتنا آلاء، من حفظك هذه القصيدة؟ خالتي وأمي. نوجه لهم تحية والله يحفظهم. طيب خبرينا، لما كان العيد الوطني أنت ألقيتي هذه القصيدة؟ لا. إيش ألقيتي؟ سوينا رقصة. ما شاء الله. طيب خبرينا، دائما تحبي تلقي القصائد؟ أيوة. طيب لما تلقي كذا قصيدة وطنية يكون فيها عن الوطن وعن بابا قابوس وعن الشعب العماني، إيش تحسي؟ إيش تشعري؟ أحس بالحب. بالحب والفخر لهذا الوطن، صحيح؟ طيب يا صديقتنا خبرينا وخبري كل أصدقائنا الأطفال وأصدقائنا اللي معانا اليوم في الأستوديو، إيش حابة تصيري في المستقبل؟ شرطية. أو إيش هو حلمك؟ شرطية. يعني أنت وإيلاف حابات تصيرين شرطيات وبعدين تحمي الوطن؟ ما شاء الله، الله يحقق لكم أحلامكم يا صديقاتي. طيب خبرينا، علشان تصير شرطية إيش هي الأشياء اللي لازم تسويها؟ أجتهد في دراستي وأحفظ دروسي وأكتب واجباتي. ما شاء الله، طيب الله يحقق لك حلمك يا صديقتنا وإن شاء الله تكون شرطية في المستقبل. شكرا لك يا صديقتنا. إذن أصدقاء الأطفال، الشرطي له دور كبير جدا في حماية الوطن، أيضا في حماية الشعب، ولنشر الأمن والأمان، وأيضا لمكافحة الجرائم وغيرها من الأشياء. أيضا كذلك دائما الشرطي يعني يحمي الوطن ودائما ينشر الخير، أيضا يعني يسير حركة المرور وحركة السير في البلاد. إذن أصدقاء الأطفال نأخذ فاصل ولنا عودة لكم مرة أخرى، فابقوا معنا. نرحب فيكم أصدقائنا الأطفال متابعين برنامج علم ومرح، ونرحب بكل الأصدقاء اللي انضموا معنا لمتابعة هذا البرنامج. دائما برنامجنا يقدم لكم المفيد والممتع، وأيضا يقدم لكم مواهب السلطنة المبدعة والمختلفة. خلونا الحين نروح لصديقنا أحمد محمد الشيدي اللي راح يكلمنا عن العمل التطوعي وراح يتحدث عن العمل التطوعي. أول شيء كيف حالك؟ الحمد لله. محمد ماش أحمد اليوم منورنا في الأستوديو وملابسك حلوة. أول شيء خبرتني إن راح تنشد لنا أنشودة، صحيح؟ أيوة. وبعدين راح تقدم لنا وتتكلم عن العمل التطوعي، صحيح؟ أيوة. طيب يا صديقنا أول شيء إيش هو حلمك في المستقبل؟ إعلامي. تكون إعلامي؟ أيوة. يعني حاب إنك تصير مذيع؟ أيوة. خلاص إن شاء الله لما تكون فقرة الاتصالات بناخذ اتصال أنا وإنت إن شاء الله. جميل. طيب يا صديقنا نسمع النشيد. بسم الله. يلا بسم الله. يا بلاد العز يا خير بلاد، أبشري ماضيك هذا اليوم عاد، حقق الله أمانيك التي ترتجي هوى من الخيرات زاد، ترتجي هوى من الخيرات زاد. يا بلادي يا بلادي يا بلادي، يا بلاد العز يا خير بلاد، فارفلي واستبشري يا موطني، فارفلي واستبشري يا موطني، إنه والله قد جاء المراد، إنه والله قد جاء المراد. يا بلادي يا بلادي يا بلادي، يا بلاد العز يا خير بلاد. شكرا لك يا صديقنا، يستاهل تحية كبيرة. تعرف من كان يلقي هذه القصيدة أو هذه الأنشودة؟ لا. ما تعرفها؟ طيب راح نخبرك بعدين من ينشد هذه الأنشودة، تمام؟ جميل. طيب يا صديقنا اليوم راح نتحدث عن العمل التطوعي، خبرنا وخبر أصدقائنا الأطفال إيش هو العمل التطوعي؟ العمل التطوعي هو العون والمساعدة لتحقيق الخير في المجتمع. صحيح، ويكون بدون مقابل، صحيح؟ بدون مقابل وبدون إجبار. طيب. صحيح. طيب يا صديقنا خبرنا إيش هي الفائدة اللي ترجع على المتطوعين مع أنهم ما يأخذوا مقابل مثلاً من لما يقوموا بهذه الأعمال؟ حل المشكلات التي تكون بين المجتمع ونشر الخير والمودة. صحيح. طيب يا صديقنا خبرنا إيش هي أهداف العمل التطوعي؟ لما مثلا نحن نكون مثلا أنا وإنت وأصدقائنا الأطفال عندنا حملة تطوعية نقوم فيها مثلا بمساعدة الآخرين، خبرنا كيف يعني إيش هي أهدافنا نحن تكون مثلا في أي عمل تطوعي بشكل عام؟ نشر العمل التطوعي في جميع الوسائل الإعلام المرئية والمسموعة مثل تويتر والفيسبوك والإنستغرام والواتساب. هذا كيف نحن ننشر الأعمال التطوعية. أيوه. وكيف إن نحن نقدر إن ناخذ يعني أكبر قدر من المتطوعين، صحيح؟ أيوه. طيب صديقنا بما أنك أنت في المدرسة
ممكن يكون شوية نطاقكم يعني أصغر في المدرسة، خبرنا كيف ممكن أنك تقوم بعمل تطوعي مثلا داخل الصف؟ أرشد زملائي في الصف أنهم يقوموا بتنظيف الصف كل يوم، ونشر صور جلال سلطان قابوس المعظم لكي يكون صفنا هو الباهر والجميل. صحيح. وأيضا مثلا أحد أصدقائك مثلا كان ما فهم مسألة مثلا في الرياضيات، أو مثلا ما عارف قاعدة من النحو أو من الصرف أو كذا، فإذا أنت ساعدته هذا يعتبر عمل تطوعي لأنك أنت ما تأخذ مقابل عليه، وبالتالي أنت تساعد صديقك. صحيح؟ أيوة. طيب إيش بعدك حاب تخبرنا عن العمل التطوعي؟ العمل التطوعي يقام في الحدائق والشوارع واستصلاح الصحاري أيضا. أيوة. وبس. طيب أنت شاركت مثلا في حملة تطوعية؟ أيوة. طيب خبرنا عن هذه المشاركة كيف كانت؟ شاركت في عمان بلا مشوهات، يهدف هذا العمل إلى تنظيف ولايات عمان جميعها وبس. طيب يا صديقنا خبرنا كيف كان شعورك أنت لما شاركت في هذه الحملة؟ كان جميل صراحة، ونشرنا نحن نشرنا المحبة والمودة في المجتمع، وقمنا أيضا بعمل جميل وناخذ منه أجر أيضا. جميل يا صديقنا. طيب مثلا خبرنا كيف ممكن أنت في الحي اللي تسكن فيه مثلا تقوم بعمل تطوعي؟ نسوي عبارات، ننظف الشارع. صحيح. مثلا تنظفوا الحاره مثلا اللي تسكنوا فيها. أيوة. دائما تقولوا لاصدقائكم وللاطفال اللي من عمركم انهم مثلا ما يرموا الاوساخ في الارض، يرموها مثلا في سله المهملات او في الاماكن المخصصه لها، ايضا هذا يعتبر من الاعمال التطوعيه. صحيح؟ صحيح. شكرا لك يا صديقنا على هذه المشاركه الجميله. الحين ناخذ مكالمه انا وانت، ايش رايك؟ يلا قول لهم السلام عليكم. السلام عليكم صديقتنا. يلا السلام عليكم. سلام. قولها. عارفين على نفسك؟ عارفين على نفسك؟ شهد. من وين تكلمينا؟ من المضيبي. حي الله بأهل المضيبي. يلا قول اليوم نحن نتكلم عن العمل التطوعي. نتكلم اليوم عن العمل التطوعي. وش ما هو تعرف العمل التطوعي، ولا وش تعرف عن العمل التطوعي؟ انه نتبرع بالاموال والثياب للفقراء. ايوه صحيح. هذا احد اوجه العمل التطوعي. صحيح يا صديقتنا؟ صحيح. ايوه. طيب يا صديقتنا شهد خبرينا ايش حابه تصيري في المستقبل؟ رسامه. رسامه، يعني هي موهبتها الرسم. طيب بما ان عندك هذه الرسومات الجميله ليش ما تشاركينا في البرنامج ونستعرضها لكل اصدقائنا ومتابعين برنامجنا؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يا صديقتنا. احمد حاب تسالها سؤال؟ ايوه. يلا اسالها. ايش حاب تسالها؟ اين تقام الاعمال التطوعيه؟ في الشوارع وفي الحدائق وفي العامة وفي الصحاري. صحيح. صحيح. طيب الحين ايش رايك يا صديقتنا ننتقل على الشاشة ونشوف السؤال مع بعض. يلا يا صديقتنا نشوف سؤالك على الشاشة. من يقوم بعمل نافع بلا مقابل ماذا يسمى؟ الكلمة مكونة من 5 أحرف، وأحد هذه الأحرف حرف الطاء. يلا يا صديقتنا ساعدها أحمد، تعطيها أول حرف. حرف الميم. حرف الميم. أول حرف حرف الميم، يعني هو شخص يسوي أعمال للخير لكن ما يأخذ عليها مقابل، ما يأخذ عليها فلوس مثلا. من يسمى؟ متطوع. متطوع، إجابتك صحيحة يا صديقتنا. شكرا على اتصالك، ربحتي معانا 50 ريال عماني. شكرا لك يا صديقتنا شهد. أصدقاء الأطفال نأخذ هذه الفقرة نشوفها مع بعض، ولنا عودة لكم أصدقاء الأطفال فكونوا معنا. أنا الآن في متحف النقود التابع للبنك المركزي العماني، يمكنكم زيارتنا في أوقات الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً، والآن دعونا نتجول في المتحف.
فاي، والآن سوف أحدثكم عن إصدارات العملات العمانية. كانت عمان تستخدم الأوراق النقدية في 7 مايو سنة 1970 ميلادي في عهد السلطان سعيد بن تيمور وعهد صاحب جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. فئة 10 ريال سعيدي، و5 ريال سعيدي، وريال سعيدي، والنصف ريال سعيدي، والربع ريال سعيدي، والمئة بيسة. حكم السلطان قابوس بن سعيد المعظم في 23 يوليو سنة 1970 ميلادي بعد شهرين من صدور الريال السعيدي، وفي عام 1972 تم طباعة الإصدار الثاني نفس الفئات السابقة. وهذه الفئات عبارة عن 10 ريالات عمانية، و5 ريالات عمانية، وريال عماني، ونصف ريال عماني، وربع ريال عماني الذي هو عبارة عن 250 بيسة و100 بيسة. وفي عام 1976 بعد قيام البنك المركزي العماني تم إصدار الأوراق النقدية العمانية، وتم حذف كلمة عماني وأصبحت فقط ريال بجميع الفئات من 10 ريالات إلى 100 بيسة. العشرون ريال والتي صدرت لأول مرة سنة 1977 وعليها صورة صاحب الجلالة قابوس بن سعيد. وفي سنة 1985 قام البنك المركزي بإصدار الأوراق النقدية من فئة 50 ريال و200 بيسة. في هذه اللوحة نرى عملية صناعة الدرهم الإسلامي، وذلك بإذابة الفضة ومن ثم صبها على القوالب وثم تحديد قطر الدرهم. ويجب التأكد من وزن الدرهم قبل إرساله إلى بيت مال المسلمين ليتم توزيع رواتب موظفي الدولة. بانتظار زيارتكم لمتحف النقود في البنك المركزي العماني. والآن الكلمة لخديجة وملال. حياكم الله أصدقائي الأطفال متابعين الأحبة مرة أخرى في برنامج علم ومرح، ومثل ما شاهدنا هذا التقرير مع صديقتنا مريم اللي راح نتحدث عنها معها أكثر عن هذا الموضوع. دائما برنامج علم ومرح ينتقي لكم أصدقائي الأطفال البرامج والمشاركات المختلفة المفيدة اللي تغرس فيكم قيم معينة أو قيم اجتماعية، أو إنها تعرفكم على الفعاليات التي تقام في السلطنة. خلونا نروح لصديقتنا مريم سلطان وتحدثنا أكثر
عن هذه عن هذا التقرير. كيف حالك يا مريم؟ زين. مريم، أنت شاركتي في متحف النقود بالبنك المركزي العماني، صحيح؟ صحيح. طيب خبرينا عن شعورك بهذه المشاركة. كان شعور جدا حلو، أتمنى كل الأطفال يروحوا حتى الكبار قدروا يروحوا. جميل. طيب خبرينا كيف شاركتي أنت في هذا المتحف؟ يعني عرفتي أصدقائنا الأطفال اللي هم زاروا هذا المتحف بالنقود؟ طيب خبرينا الأشياء اللي سويتيها. يلا. تكلمت عن النقود العمانية قديما وحديثا. أيوة، وإيش بعد؟ طيب من خلال زيارتك لهذا المتحف، عن إيش الأشياء اللي تعرفتي عليها؟ إيش هي الأشياء الجديدة اللي شدتك أنت أول ما شفتيها؟ الفلوس القديمة. أيوة، النقود القديمة، صحيح؟ كان اسمه الريال السعيدي، صحيح؟ والحين صار الريال العماني. طيب يا صديقتنا خبرينا، لما رحتي هذه الرحلة كان أنت عندك يعني تصور أن راح تشوفي هذه النقود المختلفة؟ وطيب لما شفتيها إيش كان شعورك؟ شعور حلو، صحيح؟ أنك أول مرة تتعرفي على هذه النقود، صحيح يا صديقتنا؟ طيب خبرينا، لما أصدقائنا الأطفال زاروا هذا المتحف، إيش هي الأشياء اللي قالوها لما شافوا هذه النقود كلها أمامهم؟ يعني لأنهم هم ما كانوا شايفينها من قبل. أيوة، يعني كان شعورهم حلو. جميل. طيب أصدقائنا مثلا اللي حين يتابعونا وبعدهم ما زاروا هذا المتحف، إيش تقولي لهم؟ إنهم يزوروا، وإذا زاروا بيستمتعوا، رح يستمتعوا بمشاهدة النقود المختلفة، صحيح؟ طيب خبرينا، أنت لما شاركتي في هذه المشاركة كان يعني كان هدفك أنك تتعرفي على النقود لأنك أنت ما تعرفيها مثلا الفئات النقدية المختلفة، أو أن كان عندك خلاص أنت معلومات قبل مثلا الأشياء اللي يعني تعرفتي عليها؟ شوفي على الكاميرا. ما كان عندي معلومات قبل. أيوة، وبعدين صارت عندك معلومات. أيوة. طيب يا صديقتنا، إيش حابة تصيري في المستقبل؟ خبيرة علوم. خبيرة علوم؟ أو خبيرة نقود؟ خبيرة نقود. خبيرة نقود؟ راح تكوني خبيرة في كل العملات النقدية؟ شكرا لك يا صديقتنا على هذه المشاركة، سعدنا بمشاركتك معنا يا صديقتنا. أيضا ندعو كل أصدقائنا الأطفال ومتابعينا لزيارة متحف النقود بالبنك المركزي العماني. شكرا لك يا صديقتي. أيضا شكرا لإدارة البنك على إتاحتهم الفرصة لنا لتغطية هذه الفعالية الجميلة. الحين ننتقل لصديقتنا شمة. تعطيني نقل الصوت صديقتنا مريم؟ نروح لصديقتنا شمة. تفضلي نقل الصوت يا شمة. شمة، تشوفي على الكاميرا، كيف حالك؟ زينة. شمة اليوم انتي لابسة الثوب العماني، ممكن توقفي شوية علشان أصدقائنا الأطفال يشوفوا؟ يا سلام، لبسك جميل يا صديقتنا. طيب يا شمة خبرينا، إيش راح تقدمي لنا؟ إيش جايبة معاكي؟ إيش؟ نشيد. نشيد؟ تريدي تقولي نشيد؟ وعندك رسومات، صحيح، في طاولة المواهب؟ طيب يلا نسمع النشيد أول شيء وبعدين نروح أنا وأنتي لطاولة المواهب. يلا يا صديقتنا. أحمر أحمر أحمر، أنا في التفاحي موجود، أنا في التفاحي موجود، أحمر ريد أحمر ريد، أصفر أصفر أصفر، أنا في الموزي موجود، أنا في الشمس موجود، أصفر يلو، أزرق 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 أزرق، أنا في البحر موجود، أنا في البحر موجود، أزرق بلو أزرق بلو، أخضر أخضر أخضر، أنا في الشجر موجود، أنا في الحشيش موجود، أخضر جرين أخضر جرين، بني بني بني، أنا في الحطب موجود، أنا في التراب موجود، أنا في الشوكولاتة موجود، بني براون بني براون، أسود 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 أسود، أنا في الليل موجود، أنا في الليل موجود، أسود أسود بلاك أسود بلاك، أبيض أبيض أبيض، أنا في الثلج موجود، أنا في الثلج موجود، أبيض وايت. ما شاء الله، تستاهل تحية كبيرة. هذه الألوان، صحيح، أغنية الألوان، صحيح. طيب يا صديقتنا نروح طاولة المواهب. يلا نروح طاولة المواهب ونشوف الرسومات اللي جايبتنا إياها. شكرا.
توقفي هنا صديقتي، هنا هنا هنا. يلا شمة شمة، ايش جايبت لنا اليوم؟ رسومات. رسومات رسومات. طيب يلا نفتح هذه الرسومات. وغير الرسومات ايش جايبت لنا بعد؟ ايش جايبت لنا؟ ورد. ورد ورد. وين هذا الورد؟ تعطينا اياها؟ شكرا لك يا صديقتنا على هذه الورود الجميلة، انت كلك وردة ونورتي برنامجنا، شكرا على الورود الجميلة. طيب يا صديقتنا الحين نشوف الرسومات مع بعض. يلا هذه اول رسمة، نطلعها؟ نطلع الرسمة؟ يلا خبرينا، تمسكي ناقل الصوت؟ انت تمسكي ناقل الصوت وانا امسك الرسمة. يلا خبرينا عن هذه الرسمة، ايش هذه الرسمة اللي رسمتيها؟ هذه بنت وولد. أيوة. رايحين العيد، هذا الاعلام، علقات عن الوان العيد الوطني. يعني هم رايحين العيد الوطني؟ احمر اخضر ابيض. جميل، شكرا لك يا صديقتنا. طيب وايش الرسمه الثانيه اللي رسمتيها؟ نشوفها مع بعض. هذه هي الرسمه، هذا ولد. ايوه. جالس ينظف عن 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 حوارة، يعني جالس ينظف صحيح، ويرمي الأوساخ في سلة المهملات أو في القمامة صحيح. طيب يا صديقتنا دائم في طبعا حوالينا ورد. طيب يا صديقتنا أنا أسألك سؤال كذا بيني وبينك، لما لو شفتي وردات في الشارع تقطفيهن أو تخليهن؟ خليهن. ليش ما تقطفيهن؟ تراهن حلوات. أقطفهن وأعطي الماما والبابا. طيب يا صديقتنا نحن ما نقطف الأوراق الورود، لأن الورود دائما تزين الشوارع وتزين الحدائق صحيح، لكن بعضها نقطفها لأنها حلوة صحيح. طيب يعني من الحلو أن نحن نعطي الماما والبابا ورود صحيح، نعبر لهم عن حبنا صح. طيب يا صديقتنا هذا يعتبر من الأعمال التطوعية، أن نحن نرمي الأوساخ في سلة المهملات. طيب أنت مثلا لو رحتي مثلا الشارع وشفتي شيء أوساخ في الطريق، تشليهن وترميهن في سلة المهملات أو تخليهن؟ تقولي ما أنا حاطتنهن. أرميهن. ترميهن صحيح. طيب وإيش هذه الرسمة؟ خبرينا عن هذه الرسمة. هذه بنت ماسكة العلم. أيوة ماسكة علم السلطنة صحيح؟ صح. وفي قلعة هنا صحيح يا صديقتنا؟ طيب نشوف الرسمة اللي بعدها. من لون معك هذه الرسومات، أنت ولا الماما والبابا ساعدوك؟ أنا وأختي. أنت وأختك، نوجه لها تحية. طيب آخر صورة هذه إيش؟ إيش هذه الرسمة؟ هذا الأب والولد. أيوة. كان يقول حال الأب، كان أول يقول كان ماشي كهرباء ماشي بيت. أيوة. تو قال كان بيوت صغيرة كان أول، تو بيوت كبيرة شيء كهرباء وكل شيء. هذا كله بفضل الله وبفضل جلالة السلطان المعظم صحيح؟ الله يعطي الصحة والعافية ويحفظ لنا جميعا. شكرا لك يا صديقتنا على هذه الموهبة الحلوة وهذه الرسومات الحلوة. تعطيني ناقل الصوت وانت ترجعي للقطار مكانك، ويجي معانا صديقنا أحمد. أحمد تفضل يا صديقنا، تفضل ناقل الصوت. أنا راح أشل رسومات صديقتنا شمة وانت تستعرض لنا الوسيلة أو اللوحة اللي جايب لنا إياها. أنا راح أفتحها. طيب يا صديقنا عن إيش تتحدث هذه الوسيلة؟ بتكلم عن العمل التطوعي. اولا ما هو تعريف العمل التطوعي؟ أيوة. العمل التطوعي هو تقديم المساعده والعون والجهد من اجل العمل على تحقيق يعني الخير في المجتمع. صحيح، نحن تكلمنا معك عن العمل التطوعي، خبرنا كيف سويت هذه الوسيله. اول شيء رحت الوورد او الباوربوينت وسويت المربعات والكلام، جبته يعني رتبته. ايوه رتبته. وبديت رحت المكتبه وجبت وسيله وطبعت هذه الاوراق ملون وسويت ولزقته، كده صارت اللوحة فنية تتكلم عن العمل التطوعي. جميل يا صديقنا. طيب وين استعرضت هذه الوسيلة؟ بس أمس كنت مسوينها. كنت أمس مسوينها، راح تستعرضها. أيوة. في المدرسة. أيوة. طيب يا صديقنا خبرنا هذه الرسمة الكبيرة اللي فيها الأيادي، إيش متحدثين فيها، عن إيش؟ إن العمل التطوعي يساوي ثواب وإنسانية وتعاون وسعادة وأمل وأخوة. وجميل إن كل يعني المتابعين أيضا يقوموا بالأعمال التطوعية لأنهم يكتسبوا كل هذه الأشياء صحيح؟ صحيح. وتغرس فينا قيم اجتماعية صحيح؟ نعم. طيب خبرنا عن باقي الوسيلة، إيش هي النقاط اللي تحدثت عنها؟ ما هي مجالات العمل التطوعي؟ أيوة. في الأماكن العامة كالحدائق والشوارع وإصلاح الصحاري، مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة. صحيح. تقديم المساعدات أيضا للفقراء والمساكين. أيوة. والمساهمة في أماكن الخدمات العامة.
جميل. أيضا هنا في شعار لجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي، صحيح؟ قام السلطان قابوس بأعلن جائزة السلطان قابوس، هو العمل التطوعي، صحيح، فازت بها زهرة العوفية في هذه السنة؟ أيوة. جميل جدا يا صديقنا، ما شاء الله عندك يعني معلومات ويعني خلفية كثيرة عن هذا المجال، شكرا لك يا صديقنا على هذه المعلومات الجميلة. نرجع أنا وأنت لمكاننا ونكمل باقي فقراتنا، شكرا لك يا صديقنا. أصدقائي الأطفال ناخذ فاصل ولنا عودة لكم مرة أخرى، فابقوا معنا. قلت افتح الباب وانسالف دي النهار، واغشاني النور والعطر امتداد ومدد. يا رب هذا الصباح اللي يلف الديار، يقول بن الذي قد جد حتما وجد، وساير الصابحين في بهجة وانتصار، واحمد كريما على فضله بهذه البلد. يا رب هذه البلد ما هي سهول وقفار، ولا هي خريطة ولا حدود ولا هي عدد، ولا هو كلام يعاد ولا مجرد شعار، ولا هو طريق تناساه الزمان وسهد. هذه هي العمر والروح ونشيد الصغار، دي سكة أحلامنا وأعلامنا والسعد من مهدنا، لين ما بين بياض الوقار نعيشها كل صبح بلون حب ووجد. كم دارت الدائرات ولا تبدل المسار، يا راسي الساس مجدك عالشدايد صمد، يا سيد الحكمة العليا ونور المنار. تلاطم البحر لكن عند شطك ركد، يا سيد السلم والحلم وكريم الجوار. خيام خيرك مراكيز وعلومك وتد، لك في الجبال الشوامخ صوت نجر ونار، يسري بها عابراً ضاقت دروب حدد، تحت صدرك لضيفانك حديث وحوار، وتسامع العالم بحلمك وفك العقد. هذه عمانك، هذه عمانك، هذه عمانك تهلي بك صغارا كبار. ما بعد هذا الرخاء، ما بعد هذا الرخاء اللي نشوفه رغد في كل عام، ودارك من عمار لعمار، وفي كل شبرة من ديارك دليل شهد. ذي 47 من الضياء والنهار، تثبت بن الذي قد جد حتما وجد، تثبت بن الذي قد جد. قابوس السلام. حياكم الله أصدقائي الأطفال متابعينا الأحبة مرة أخرى في برنامجكم علم ومرح. إن شاء الله رح نتحدث عن العمل التطوعي، ومثل ما قلنا إن العمل التطوعي هو من الأعمال الخيرية في مجتمعاتنا الذي دائما ما يسعى إلى نشر قيم الخير والتعاون والتكافل بين أفراد المجتمع، وهكذا عرف عنا نحن عمانيين من قيم نبيلة كفعل الخير ونشر المحبة والتكافل والتعاون بين الجميع ومساعدة الآخرين. كما تعلمون أصدقائي الأطفال يحتفل العالم باليوم العالمي للتطوع العمل التطوعي في 5 ديسمبر من كل عام للمتطوعين كتقدير لهم على هذه الجهود المبذولة. ويوم الثلاثاء الماضي احتفل بتوزيع جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي. معانا اليوم إن شاء الله رح نتحدث أكثر عن العمل التطوعي الأخت بسمة المالكي، مشاركة في مشروع المتطوع الصغير. صباح الخير بسمة. صباح النور. هذه هي الكاميرا وتكلمينا أكثر، ممكن تحدثينا أكثر عن فكرة مشروع المتطوع الصغير ومن تستهدف هذه أو هذا المشروع؟
مشروع المتطوع الصغير جاء من الشبكة العمانية للمتطوعين تعاون، حيث يستهدف هذا المشروع فئة الأطفال، بحيث شبكة العمانية للمتطوعين تعاون تهتم وإيمانها بالمتطوعين الصغار أنهم هم قادة المجتمع وهم شباب الغد الذين ترتكز عليهم الاستراتيجيات والقيم. فنحن لما نهتم بالأطفال والعمل التطوعي ننمي لديهم ثقافة العمل التطوعي، هذا يعني نحن نبني جيل، نبني قادة للمستقبل واعين للعمل التطوعي و قادرين على بناء مجتمعات يعني تشملها أو يعني تكفل المجتمع بالمحبة وبالخير وأيضا بنشر الأخوة بينهم. صحيح، طبعا مهم أن نحن نغرس في أطفالنا حب الخير وعدم الإيثار يعني بالنفس فقط. طيب يا صديقتنا، ممكن تخبرينا هذه الفعاليات كانت لها يعني فعاليات أخرى مشاركة يعني مصاحبة لهذه الفعالية أو هذه الحملة؟ صحيح، هو المشروع تنفذ على 3 مراحل، وكل مرحلة في 3 ورش اهتمينا بالأطفال أو في 3 المراحل. هي المرحلة الأولى كانت التطوع في المنزل، المرحلة الثانية كانت التطوع في المدرسة، المرحلة الثالثة كانت التطوع في المجتمع. جميل، طيب إيش هي الأشياء اللي سويتوها في هذه الحملة؟ ورش تدريبية للأطفال، علمناهم كيف يكونوا متطوعين في المنزل، كيف يكونوا متطوعين في المدرسة، أيضا في المجتمع. هناك ورش تدريبية تعزز لديهم القدرة على كيف يتعاملوا مع كعمل جماعي أو التحدي أو مواجهة التحديات. وأيضا في متابعة لهذا الأطفال من خلال التقييم النهائي للمشروع. في نهاية المشروع نعطي هذا الطالب الرخصة التطوعية اللي هي تعني أن هذا الطالب أنه قادر، لا هو خلاص أنه تعد يعني تثقف في العمل التطوعي، صار أنه يعرف كيف يدخل في مجال التطوعي بصورة صحيحة وسليمة. جميل، طيب خبرينا، هل كانت هذه الحملة موجودة فقط في مسقط أو أنها في محافظات ولايات السلطنة؟ موجودة في مسقط، وركزنا في منطقة الداخلية في ولاية بهلة بالتحديد. المشروع إن شاء الله راح يتوسع إن شاء الله في بلدان ومحافظات ثانية في مسقط. المشروع حاليا من دعم تنمية شركة تنمية نفط عمان. ما شاء الله، جميل، طيب خبرينا كيف كانت نتائج هذه الفعالية؟ هل كان يعني هنالك إقبال كبير من قبل الأطفال أنهم شاركوا معاكم ويعني تفاعلوا في هذه الحملة؟ وكيف كانت النتائج؟ أكيد في تفاعل قوي، أصلاً الأطفال لما يحصلوا أن هذا المجال يعلمهم أصلاً كيف يتحدوا المخاطر، كيف أنهم يدخلوا في العمل الميداني، يعلمهم حب الانتماء للوطن، يعلمهم كيف يساعدوا الآخرين. يساعدوا الآخرين طبعاً، وأن يتطوعوا بكل، وحتى بعد انه كيف انهم يغرس في داخلهم القيم الأخلاقية، انهم صحيح. يكون عندهم حب المساعدة والإحسان وبعيد عن الأنانية، بعيد عن الأنانية والإيثار بالنفس، انهم يكونوا فقط متحفظين لكل الأشياء لهم. صحيح، الحين معانا متطوعات او مشاركات في هذه الحملة، تعطيني ناقل الصوت لو سمحتي ونشوف صديقاتنا ريما وحور. طبعا كنتوا انتم مشاركين في هذه الحملة، صحيح؟ طيب لو تخبرينا حور في البداية كيف كانت مشاركتك في هذه الحملة؟ تشوفي على الكاميرا؟ كانت زينة، حلوة مع المتطوع الصغير. جميل، وانت يا ريما؟ انت معها كنت. كنتي معاها؟ ممكن ترفعوا المايكروفونات وتسمعون اصواتكم كذا بصوت عالي، كيف كانت مشاركتك في هذه الحملة؟ حلوة كانت. حلوة، استفدتوا من هذه الحملة؟ ايوه. طيب خبرونا ايش الاشياء اللي استفدتيها انت اول شيء يا ريم؟ اول شيء كان يعطونا اشياء مثلا نفس أعواد شيء مال سباجيتي ونحاول إن نسويه وما يطيح، هذا يقول إذا تعاوننا كلنا مع بعض ما بنتهدم وكذا. صحيح، إنه دائما لما يكون متعاونين مع بعض ما في شيء يمنع يعني الخير، أو ما في أي قوة تمنع الخير. صحيح، وأنت يا صديقتنا؟ أعطونا مسابقات. أيوة. كنا مشاركين فريق وعطونا مسابقات ونسويهم في الحديقة وهذا يعني يودونا أماكن. طيب إيش هي الأشياء اللي قمت فيها أنتوا كمتطوعين صغار؟ حدثونا أكثر عن الأشياء اللي سويتوها في هذه الحملة. في كنا مرة رايحين بيت يعني كان مرة ما عف كان يعني ما بنا يسيد أيوة، ورحنا وساعدناهم وكذا. جميل، طيب وأنت يا صديقتنا حور؟
أيوة التطوع في البيت أول شيء، وثاني شيء التطوع في المدرسة، ثالث شيء التطوع في المجتمع. التطوع في المنزل مثل نساعد أمي وهذا، ننظف البيت. صحيح. وفي المدرسة نساعد زملائي ونحافظ على نظافة المدرسة. أيوة. في المجتمع إيش نسوي في المجتمع؟ نساعد الآخرين ونقوم بحملات توعوية وتنظيفية. صحيح؟ أيوة. طيب يا صديقتنا خبرينا، تنصحوا أصدقائنا الأطفال اللي هما مثلاً ما في حياتهم شاركوا في أي عمل تطوعي، تنصحوهم إنهم يدخلوا في هذا المجال؟ أيوة. أو إنهم يتطوعوا؟ أيوة يجربوا يعني يشوفوا كيف. طيب من تجربة سابقة لكم أنتوا دخلتوا في هذا المجال، خبرونا إيش هو الشعور أو إيش هي الأشياء اللي اكتسبتوها أنتوا كمتطوعين صغار، إيش هي الأشياء اللي تعلمتوها؟ بذل الجهد بدون أي مقابل. صحيح. أول شيء لازم تتطوعي في البيت بعدين في المدرسة، ما يصير تتطوعي في المدرسة وما تتطوعي يعني في البيت مثل تساعد. ممكن إن إحنا نتطوع مثلاً في البيت إن نساعد مثلاً أمنا في التنظيف مثل ما قالت صديقتنا حور. صحيح. طيب خبرونا أصدقائنا الأطفال مثلاً، أنت يا ريم مثلاً لو حبيتي إنك تفتحي أو تقومي بحملة تنظيفية أو حملة يعني حملة تطوعية لأي كانت يعني هذه الحملة، من هم الأصدقاء اللي راح تضميهم معاكي في هذه الحملة؟ يعني إيش هي الصفات اللي لازم يتحلى فيها المتطوع؟ لازم يكون يعني معانا دائما يعني يعرف. أيوة. وش هو وش يسوي ويحب يقوم بالخير. صحيح. أيوة. وما يتكاسل في فعل الخير. صحيح. أيوة. طيب يا صديقتنا حور ايش هي صفات المتطوع؟ مساعد الاخرين. ايوه يحب مساعد الاخرين. صحيح. ايوه جميل. وننمي السعاده. ايوه ودائما يكون المتطوع يقوم بهذه الاعمال منه ومن نفسه، ما بعدين يعني يقول ان انا تطوعت وانا ساعدت، لان العمل التطوعي. أيوة. ناخذه نحن بدون مقابل. صحيح. تحطوني ناقل الصوت نرجع لي الاخت بسمه. شكرا لكم يا صديقاتي. طيب خبرينا ايش تنصحي متابعينا الاطفال وايضا متابعينا اللي هم اولياء الامور يعني حول العمل التطوعي؟ طبعا البيت هو المكان الأساسي لتربية الأطفال، فأنا أنصح كل الأهالي أنهم يشجعوا أولادهم على العمل التطوعي بداية في البيت، أنهم يساعدوهم يعملوا حصالة في البيت للأعمال الخيرية، أيضا يتابعوهم مثلا نحن لما يروح مثلا الحدائق أو الأماكن مثلا الشواطئ كذا، أنه ما نرمي الأوساخ في المكان، لا لازم يعني نرميها في الأماكن المخصصة لها. أيوة حتى يجيبوا يعني حاجة معهم على أساس أنهم هم ياخذوا هذه الأوساق. فتنمية أو التربية التطوع في المنزل جدا مهمة، ثم تأتي التطوع في المدرسة اللي هو دور المعلمين كذلك، إنهم هم يحثوا الطلبة على دائما يشجعوا الطلبة على القيام بالأعمال الخيرية الأعمال النافعة لهم. صحيح. بالضبط. وتحفيزهم دائما على القيام بفعل الخير لأن له عائدات كثيرة ليس فقط على الشخص نفسه وإنما على مثلا نطاق المدرسة أو أيضا المجتمع كدولة بأكملها. شكرا لك الأخت بسمة المالكي على هذه المشاركة، سعدنا بهذه المعلومات اللي قدمتيها لنا. الله يعطيكم الصحة والعافية على كل الأعمال الخيرية اللي تقوموا فيها. أصدقائي الأطفال نطلع فاصل ولنا عودة لكم لاستكمال فقرات برنامجنا، فابقوا معنا. حياكم الله أصدقائنا الأطفال متابعينا الأحبة أينما كنتم تتابعون برنامج علم ومرح، متواصلين معاكم ومع فقرات برنامجنا وأيضا مواهبنا اللي منورينا في الأستوديو. الحين ناخذ مكالمة ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، من معانا؟ الهيثم. الهيثم يا أهلا وسهلا فيك يا صديقنا، من وين تكلمنا؟ مسقط. من ولاية مسقط، حياك الله يا صديقنا. طيب صديقنا الأيهم خلاص ذاكرت دروسك؟ أيوة. وحضرت ويعني وخلاص حليت واجباتك كلها؟ أيوة. طيب نحن كنا في فترة إجازة، خبرنا وين رحت وين تمشيت في الإجازة؟ كيف قضيت إجازتك؟ سوادي. رحت السوادي يعني رحت البحر. صحيح؟ أيوة. طيب بما أنك رحت البحر أكيد لعبت وأكلت، رميت الأوساخ على الشاطئ أو شليتها معك ورميتها في القمامة؟
رميتها في القمامة. صحيح، شكرا لك يا صديقنا. هذا هو يعني عمل يجب أن يقوم به كل الأصدقاء اللي يروحوا الشواطئ أو يروحوا الحدائق، أنهم ما يرموا الأوساخ في الأرض، صحيح؟ أيوة. طيب يا صديقنا، نحن اليوم نتكلم عن العمل التطوعي، أهمية العمل التطوعي وكيف نساعد الآخرين. أنت خبرنا في مرة شاركت في حملة تطوعية؟ شاركت في المدرسة في حملة تطوعية؟ أيوة. ودائما الأعمال التطوعية تكسبنا قيم اجتماعية مثل نشر الخير ونشر المحبة بين الآخرين، صحيح؟ أيوة. حتى أيضا مثلا لما نزرع أشجار يعتبر هذا عمل تطوعي، لأن نحن نخدم بيئتنا وأيضا نزين بيئتنا وتكون بيئتنا جميلة مليئة بالأشجار الحلوة، صحيح يا صديقنا الأيهم؟ صحيح. طيب يا صديقنا، نروح مع بعض ونشوف سؤالك على الشاشة. يلا، سؤالك سهل يا صديقنا، ما عليك إلا أنك تركز. من أصناف النخيل، أول شيء أنت تحب تأكل تمر؟ أيوة. طيب، بما أنك تحب تأكل تمر يعني تعرف صنف من أصناف النخيل الموجودة هنا في عمان، والحرف الثالث منه حرف الخاء، إيش هو؟ الخلاص. هو من أجود الخلاص؟ أيوة. إجابتك صحيحة يا صديقنا، ربحت معانا 50 ريال عماني، شكرا على اتصالك. طبعا الخلاص يعتبر من أشهر وأجود أصناف التمور المشهورة، يعني التمور العمانية المشهورة. شكرا لك يا صديقنا على هذه المكالمة، نتمنى أن كل أصدقائنا الأطفال يكونوا مثل صديقنا المتصل، صوته عالي ويشاركنا بسرعة ونقصر على صوت التلفزيون وهو في مكان هادئ. شكرا لك يا صديقنا، ربحت معانا 50 ريال عماني. الحين مواصلين معاكم أصدقائي الأطفال مواهبنا، ونروح لصديقتنا شذر. شذر كيف حالك؟ الحمد لله. شذر، خبرينا إيش معنى اسمك في البداية، تعرفي؟ ايش معنى اسمك؟ لان اسمك كذا شويه غريب. الحجار الكريمه الصغيره النادره. الحجار الكريمه الصغيره النادره، ما شاء الله اسمك جميل، وايضا اكيد انت دره نادره ايضا يا صديقتنا. شكرا. شذر، العفو يا صديقتنا. طيب يا شذر، خبرينا في البدايه ايش راح تقدمين لنا اليوم في البرنامج؟ شعر. شعر؟ عن ايش هذا الشعر؟ الوطن. قصيده وطنيه يعني، صحيح؟ طيب، ممكن توقفي وتشوفي على الكاميرا وتسمعينا هذه القصيده بصوت عالي. يقول الشاري من السوق مرحبتين، لما نكرت شر شربتها، عقرب تركتها ولا تحير، وبنثر سلامي ولا تحير، وبنثر من القلب مرحبتين أحلى من الماي شربتها. اجعل رسول الله قدوة حياتك، ما خاب من خلى محمد دليلا. سامح إذا جاتك إساءة تبسم، وبليس مهما كان لا تنحليلة، وجارك إذا جار الزمان بحياته، خذلك من الوقفات وقفة شيلة. الصبر مفتاح الفرج والريادة، اليأس مقصلة الرجال الذليلة. هذه وصايا عمان بصوت واحد، نعاهدك عبد الخليل الخليلة. ما شاء الله، تستاهل تحية كبيرة. يلا، ليش تحيتكم اليوم بسيطة؟ يلا نسمع تحية أكبر. 1 2 3. شطورين. شذر، كانت الكلمات حلوة ورائعة. خبرينا، أنت راح تتكلمي عن العمل التطوعي، صحيح؟ يلا يا صديقتنا، إيش هي الأشياء أو المعلومات اللي عندك عن العمل التطوعي؟ ينقسم العمل التطوعي إلى 3 أقسام أو أكثرهن، اللي هن عمل تطوعي بدنياً، مساهمة في أعمال خيرية مثل التنظيف وغيرها، وأعمال ذهنية، تطوع ذهني مثل التخطيط والتفكير لأعمال حسنة للآخرين، وتطوعيا من خلال ماليا أو ماديا، بعبارة التكرم والمساهمة للفقراء والأيتام بالمال لهم. صحيح. طيب يا صديقتنا، خبرينا، أنت في مرة شاركتي في حملة تطوعية؟ نعم. طيب، كيف كان شعورك لما شاركتي في هذه الحملة؟ جميل جدا، وبالفرح للمساهمة في هذا العمل. طيب، ايش هي الاشياء اللي غرسها فيكي هذا العمل، العمل التطوعي؟ يعني كيف اثر العمل التطوعي في شذر؟ لان نحن كنا مع بعض يعني نتعاون على تنظيف الشاطئ. أيوة. كان رايحين من المدرسه، فكان نحن زملاء ننظف الشاطئ مع بعض، فكنت استمتع نحن انا وزملائي ننظف، وهذا شعر بالراحه والسعاده. جميل جدا، شكرا لك يا صديقتنا شذر على هذه المعلومات الجميله، ان شاء الله تكون متطوعه كبيره في المستقبل، شكرا لك. والحين ننتقل لصديقتنا ولاء. ولاء، كيف حالك؟ ولاء، ما شاء الله اليوم ثوبك عماني وثوبك جميل، ايش راح تقدمين لنا في البرنامج؟ شعر؟ عن ايش هذا الشعر؟ قصيده ملحمه في حب السلطان قابوس. ما شاء الله. طيب، ممكن توقفي وتسمعينا هذه القصيده بصوت عالي وانت تشوفي على الكاميرا هناك؟ نعم يا سيدي نعلم،
نعم نعلم بأن حبك جرى في دمنا من قبل لا ننطق أسامينا، نحبك أكثر من اللي نقوله في حكاوينا، شكلنا قصايد يقدر الحادي يغنينا، قصايد من وله من شوق من لهفة مشاعر من هو يترجم معانيها، بنيت عمان بنيت عمان من الصحراء للوادي من الداخل إلى الميناء، تمر سنين لكن جملتك ما زالت تداعب أذانينا، سنعلم أبناءنا ولو تحت ظل الشجر. ياه تركت أجمل سنين العمر وطفت جبال وسهول وصحاري قاحلة ووديان جلب العلم تبنينا، فلو قلنا عسى ربي يطيل في عمرك ويقزل عليك بعافية طول العمر لقال الدمع آمينة، نحبك وانت حاضرنا نحبك وانت ماضينا، يحبك كل شي فينا سوالفنا حكاوينا، دفاترنا مآقينا مشاعرنا أمانينا، سوالفنا مراسئنا شواطينا. ما شاء الله تستاهل تحية كبيرة. من هذه القصيدة نقول الله يحفظ لنا جلالة السلطان المعظم، الله يعطي الصحة والعافية والعمر المديد، لأنه قام بأعمال كثيرة لا تعد ولا تحصى على هذه الأرض الغالية، فالله يعطي الصحة والعافية ويحفظه لنا جميعا، وإن شاء الله نحن نكون قادرين على استكمال مسيرة النهضة العمانية. متواصلين معكم أصدقائي الأطفال، وتعطوني ناقل الصوت، شذار تعطينا ناقل الصوت، ونروح لأصدقائنا الأبطال في القطار، توصلون ناقل الصوت؟ أعطوهم. أعطوا صديقنا الأيهم. الأيهم شوف على الكاميرا هناك، كيف حالك؟ بخير. الأيهم إيش راح تقدم لنا اليوم؟ تعال تعال على كذا شوية، لا تروح ورا، تعال كذا، أيوة بعدك 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 شوية، أيوة يا صديقنا، تعال أنت صديقنا عبد الملك، يلا خبرنا يا صديقنا إيش راح تقدم لنا اليوم في البرنامج؟ شوف الكاميرا هناك كذا سوي، يعني هذا نشيد؟ إيش اسم هذا النشيد؟ شوف على الكاميرا، شوف على الكاميرا. طيب انت تلعب كورة؟ تحب الكورة؟ خبرنا عن الرياضة اكثر، يلا خبرنا. ايش هو الفريق اللي تشجعه؟ ريال مدريد. ريال مدريد؟ واكثر لاعب تحبه؟ كريستيانو. طيب زين تمسك كذا ناقل الصوت عشان اصدقائنا الاطفال يسمعوك. طيب خبرنا من اسم اللاعبين في هذا الفريق؟ انا ما اعرف شيء في الكورة، خبرنا انت. انا يعني انت تقولي شجعي برشلونة ولا ريال مدريد؟ ريال مدريد، حتى انت تقول ريال مدريد. طيب يا صديقنا راح تسمعنا الأنشودة، يلا قول الأنشودة وانت تشوف على الكاميرا، انا بروح مكاني علشان انت تشوف الكاميرا، يلا يا صديقنا يلا قول النشيد. يقول يلا قول. يقول رحمة الغفور دوما سليم فالجمزور الحمد لله وصل ينحل محمد الهالي ومن ترى بعد هذا النظر للمقريد النون والتنين والموجود سميت في تحفة الأطفال عن شيخ المين. رجع شوية كذا ناقل الصوت علشان أصدقائنا يسمعوا الكلمات اللي أنت تنشدها، كمل كمل. خلص النشيد بعده؟ طيب خبرنا ايش حاب تصير في المستقبل؟ ايش شرطي؟ ما شاء الله اليوم القطار كله شرطه. طيب تعطي الميكروفون لصديقنا عبد الملك، اعطي الميكروفون. عبد الملك كيف حالك؟ يلا عبد الملك ارفع الميكروفون كذا على فمك علشان نسمع صوتك. عبد الملك كيف حالك؟ خير. عبد الملك ايش راح تقدم لنا؟ نشيد عن الرسول. نشيد عن الرسول؟ يلا نسمع هذا النشيد بصوت عالي، شوف على الكاميرا. يلا واحد اثنين ثلاثة يلا. ركت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق
تعلق وبغار حراء أتألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. شكرا لك يا صديقنا عليه الصلاة والسلام، يستاهل تحية كبيرة. ونسوي تحية ثانية لصديقنا الأيهم، يلا 1 2 3. حبيتوهن التحية؟ حبيتوهن؟ راضيين؟ يلا شكرا. الحين ناخذ صديقتنا ديما، ديما تاخذين أقل الصوت ونروح أنا وأنتي لطاولة المواهب؟ يلا. تفضلي يا صديقتنا. يلا يا صديقتنا. إيش جايبت لنا اليوم؟ تعالي هنا. يلا. عندك رسومات؟ طيب يا صديقتنا، وش عارفين على اسمك؟ ديما عادل. ديما عادل، اهلا وسهلا فيك يا صديقتنا. اليوم دخلتي كذا شويه في نص البرنامج، لكنك عندك موهبه حلوه ونورتينا يا صديقتنا. خبرينا ايش راح تقدمي لنا اليوم؟ راح اقدمكم نشيد عن بلادي عمان. اول شيء نشوف الرسومات. نعم. يلا نشوف الرسومات اللي عندك. تعطيني الرسمه عشان اعرضها لاصدقائنا. خبرينا ايش هذه الرسمه؟ هذه بنات يعني ياسات في المسرح ويسوون العلم على شكل علم. ما شاء الله. طيب وإيش الرسمة الثانية؟ وهذا مغامرة، كان ولدي يتسلق الجبال عشان يجيب العلم. أيوة. وش يعني ياخذه؟ كيف تصير أقل الصوت علشان أصدقائنا يسمعون؟ يعني هذا مغامر. أيوة. يتسلق الجبال عشان يجيب العلم وياخذه. ما شاء الله. طيب من ساعدك في هذه الرسومات؟ يعني بنفسي. يعني بنفسك رسمتيها ولونتيها؟ طيب خبرينا عن هذه الرسمة إيش؟ هذه سفينة قارب في البحر. ما شاء الله. طيب يا صديقتنا بعد في رسومات؟ إيش جايبت لنا بعد؟ نشيد. نشيد؟ راح تسمعينا هذا النشيد بصوت عالي؟ يلا نسمع هذا النشيد. يا أرضي يا نبضي يا قصة إنسان، يا سالي يا نخلي أغلى هدية، يا لهجة الطير يا الخير يا عمان، يا قلبي يا روحي يا أمجدية، جيتك بلد عشق وفي بلا زمان، العشق من دون وجهك خطية، أبا أفتخر فيكي أبا أعتزي بك عزة وبرهان، أنا عماني لذكرى والأوطان، طمصيرة العز رمز وحمية، قابوس اسمه ومعهد سمية، يلا تحفظ ما لا تنسى. سلام. ما شاء الله، صح لسانك يا صديقتنا، تستاهل تحية كبيرة. شكرا لك يا صديقتنا على هذه الأنشودة الحلوة. إيش حابة تصيري في المستقبل؟ إيش تتمني تكوني؟ طبيبة أطفال. طبيبة أطفال؟ تحبي تتعاملي مع الأطفال؟ نعم. طيب إذا مثلا في يوم جاك الطفل ويصيح وما يريد يروح عند الدكتور وأهله جايبينه بالغصب، كيف تتعاملي معه وهو يصيح؟ يعني ما أضربه أو شيء، يعني أشله بهدوء وأخليه. تعطيه هدايا؟ أعطيه هدايا وأقول له يلا اسكت. أيوة. طيب وإيش هي هواياتك؟ إيش تحبي تسوي في أوقات الفراغ؟ خبرينا. أحب أرسم. أيوة. وأتدرب يعني على أشياء فاضية مثلاً. أيوة. أتدرب وأحب أدرس، يعني أتم أجلس في غرفتي. أيوة. وأتم أذاكر. أيوة. يعني كنت يوم كنت صغيرة كنت عندي أوقات فارغة أتعلم القراءة. جميل، يعني القراءة دائما تنمي فينا ان هي غذاء للروح وايضا غذاء للعقل، صحيح؟ صح. طيب يا صديقتنا اليوم نحن نتكلم عن العمل التطوعي، خبرينا انت في مرة شاركتي في عمل تطوعي؟ نعم. طيب كيف ايش هذه الحملة اللي شاركتي فيها؟ خبرينا اكثر عن هذا العمل اللي قمت فيه. ذهبنا في رحلة يعني كان هناك اوساخ يعني في البحر وشليناهن، يعني نظفت الشاطئ يعني، صحيح؟ نعم.
ذهبنا بهن ورميناهم في سلة القمامة. جميل. طيب يا صديقتنا، نحن لما نقوم بهذه الأعمال الخيرية إيش نستفيد من هذه الأعمال؟ نستفيد إن الله يعني سبحانه وتعالى يعطينا أجرنا، صحيح؟ نعم. لأن هي تعتبر صدقة، وأيضا نحن ننظف بلادنا ونساعد على الحفاظ على جمالية عمان، صحيح؟ صحيح. وأيضا نساعد أصدقائنا الأطفال في أي مجال كان، صحيح؟ صحيح. شكرا لك يا صديقتنا، نرجع لمكاننا؟ نعم. يلا شكرا لك. أصدقائي الأطفال نأخذ فاصل ولنا عودة لكم مرة أخرى، فابقوا معنا. نرحب بكم أصدقائنا الأطفال متابعينا أينما كنتم تتابعونا في برنامج علم ومرح، والحين نأخذ مكالمة نسمع فيها أصوات أصدقائنا متابعينا الأحبة ونقول صباح الخير. هلا. أهلا وسهلا، معنا صديقتنا لما. لما كيف حالك؟ بخير. لما من وين تكلمينا؟ من عبري. من عبري، نرحب فيك وبكل أصدقائنا ومتابعينا من ولاية عبري. يلا نشوف سؤالك مع بعض على الشاشة يا صديقتنا. هو حصن تاريخي ويقع في ولاية الرستاق، إيش هو هذا الحصن؟ الحرف الرابع منه حرف الزاء، سهل، يبدأ بألف ولام. الحزم. الحزم. متأكدة؟ متأكدة أن الحزم؟ نعم. نشوف الإجابة؟ إجابتك صحيحة يا صديقتنا، ربحتي معانا 50 ريال عماني. شكرا على اتصالك يا صديقتنا لما. ناخذ مكالمة ثانية ونقول السلام عليكم. السلام عليكم. صديقتنا أو صديقنا يتجهز للبرنامج؟ خديجة. معانا صديق. أهلا وسهلا يا صديقتي، أنا وأنت نفس الاسم. صديقتنا كيف حالك؟ خير. الله يعطيك الصحة والعافية يا صديقتنا. خديجة إيش حابة تصير في المستقبل؟ معلمة لغة عربية. ما شاء الله، حتى أنا كنت أحب اللغة العربية، نحن اللي اسمنا خديجة كلنا نحب اللغة العربية. طيب يا صديقتنا نشوف سؤالك على الشاشة. يلا، من مفرداتنا التراثية، بما أن اسمك خديجة لازم تعرفي هذه المفردة، تبدأ بحرف الغين ومعناها يعني جميل أو رائع، شيء كذا لما تلبسي لبس حد يقول لك يعني لبسك جميل، بس بمفرداتنا التراثية نقول كلمة تبدأ بحرف الغين متكونة من 4 أحرف. غاوي. غاوي. إجابتك صحيحة، هي مفردة من مفرداتنا التراثية. شكرا لك يا صديقتنا خديجة، ربحتي معانا 50 ريال عماني. إذا أصدقائي الأطفال نشكركم على حسن متابعتكم لنا، أيضا نشكر أصدقائنا الأطفال اللي نورونا اليوم في الاستوديو وأثرونا بمواهبهم وأيضا بمعلوماتهم المختلفة. دمتم دائما بحفظ الله ورعايته، نلتقي بكم الأسبوع المقبل نفس الزمان ونفس المكان، مع السلامة. وعلوم.